شكرا لك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد انتصار تاريخي هو الرقم الاكبر في تاريخ النادي الاهلي في المشاركات الافريقيه، فوز على فريق اطلع بره السوداني بتسعه اهداف مقابل لا شيء. معنا في هذه الاثناء الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق النادي الاهلي. كابتن طارق مبروك الفوز، انتصار تاريخي هو الرقم الاكبر في تاريخ النادي الاهلي في المشاركات الافريقيه. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما انت قلت فاروق، مكسب تاريخي للنادي الاهلي في المشاركات الافريقيه، وكنا نطمع ان العدد الاهداف يزيد اكتر من كده، ولكن الحمد لله النتيجه برضو الى حد كبير مرضيه جدا جدا. في النهارده برضو عناصر كتير دخلت المباراه. النهارده علي لوسي المباراه الثانيه بيشارك فيها، وشارك في المباراه الاولى، والنهارده برضو شارك في مباراه النهارده. رغم ان المباراه سهله وما فيش حاجات كتير بتيجي لعلي وكده، ولكن برضو احساس المباراه الرسميه مختلف تماما عن حتى التمرين وعن المباراه الوديه. فالنهارده علي بياخد الفرصه للمباراه الثانيه بعد المباراه الاولى، وبقول الحمد لله طبعا على المكسب. في ناس كتير طبعا النهارده برضو، محمود وحيد وفي مجدي قفشه وفي محمود متولي، اتكلم على اللعب، انا بتكلم على اللعيبه اللي هم الجداد، زائد طبعا في عناصر ما كانش بتلعب الفتره الاخيره. صلاح محسن النهارده بيجيب جوان، محمود وحيد اجايين النهارده بيلعب برضه النهارده، يعني فتحي بيلعب برضه بقاله فتره ما بيشاركش، لعبه كتير يعني. فالحمد لله على المكسب النهارده، ونفكر بقى في المرحله اللي جايه. عايزين ناخد افريقيا، بقى لنا كتير ما خدناش افريقيا من 2013 مع كابتن محمد يوسف. فاتمنى ان شاء الله ان يعني افريقيا اللي جايه ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه ومجلس اداره وان شاء الله يعني. من كلام حضرتك رسائل تحفيزيه النهارده جماهير النادي الاهلي بتقولها وبتطالب بيها لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني باحراز اللقب الافريقي. زي ما حضرتك وضحت اخر تتويج افريقي بالدوري ابطال افريقيا كان عام 2013، الرسائل دي ايقاعها وتاثيرها على اللاعبين والجهاز الفني. بص، رغم ان العدد ما كانش كبير النهارده، عدد الجمهور اللي كان موجود في المدرج مش كبير، ولكن مؤثر جدا جدا جدا، مؤثر حتى النهارده في نتيجه المباراه. احنا نتيجه المباراه اللي فاتت احنا كسبناها 4، النهارده بنكسب 9. النهارده الجمهور في بقى يعني من اول ما بدانا تسخين وهم بيوصلوا الرسائل للعيبه وبيحفزوا اللعيبه، وطبعا زي ما هم كانوا بيتكلموا دايما ان البطوله بقى لنا كتير ما خدناهاش وعايزين افريقيا. فده طبعا يعني بيخلينا احنا طبعا بيحفز اللعيبه وبيحفز الجهاز. فاتمنى زي ما قلت لك ان احنا افريقيا بعيده، بقى لها فتره عن النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان في افريقيا السنه دي ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي، ومحتاجه تركيز عالي. الموضوع مش صعب، مش سهل، ولكن مش صعب لو احنا في تركيزنا وقمه مستوى كل لعيب يبقى مركز جدا جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. ان شاء الله باذن الله افريقيا السنه تبقى من نصيب النادي الاهلي. واتمنى طبعا بقى ايه يعني الماتشات اللي جايه الافريقيه العدد طبعا الجمهور يزيد، ما يبقاش العدد طبعا النهارده عشان النتيجه الماتش اللي فات 4-0، فالنهارده عدد قليل. اتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه بقى من دول 32 نشوف الاستاد فيه بقى 60 و70 و80 زي زمان يعني، ان شاء الله باذن الله يعني. طارق وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه باذن الله. تحيات طبعا لكابتن اسلام وضيوفه اللي معايا يعني، شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق النادي الاهلي. هنكون مستمرين مع حضراتكم ومتابعه مع الجهاز الفني، افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي. شوف الكابتن محمد يوسف وافراد الجهاز الفني. جعلك مره ثانيه يا كابتن اسلام، وهنرجع مره ثانيه لكواليس انتصار النادي الاهلي على فريق اطلع بره السوداني بتسع اهداف مقابل لا شيء. شكرا جزيلا.